ازيكم يا حلوين، وجيت لكم فيديو جديد. بس قبل ما تروحي على الفيديو ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وتعملي لايك وكومنت حلو زي النهارده. بقى هنعمل مع بعض قرص الفلاحي الطريه. تمام، مكوناتها سهله جدا. معانا خميره، ومعانا كوبايه لبن وسكر ونص كوبايه زيت على سمنه. تمام، ومعانا ثلاث كوبايات ونص دقيق من نفس معيار الكوبايه اللي احنا بنعاير بيها الزيت، السمنه والزيت واللبن، يعني هي نفس الكوبايه. تمام، هنبتدي بقى نحط الاول معلقه خميره صغيره، معلقه. تمام، وبعدين هنحط حوالي ربع كوباية سكر. احنا ايه، مش هنحط كوباية كده، هنحط دي ايه 5 6 معالق. تمام، وبعدين هنقلبهم على بعض الاول. هنقلب كده المكونات. يبقى قلنا 3 كوبايات ونص دقيق، ومعلقة خميرة، معلقة صغيرة خميرة، وربع كوباية سكر. نقلبهم كده كويس. تمام، وبعدين هنحط النص كوباية زيت على سمنة كده. نقلبهم برضو كويس. واللبن بيبقى دافي، ما بيبقاش بارد، يبقى بندفيه بس شوية، مش بنخليه يغلي، بس بنخليه دافي. نشيل بقى دي خالص كده. وندخل بقى ايه الزبدة بتاعتنا بالزيت في الدقيق كده. بالشكل ده شايفينها. تمام، وبعدين بقى هنحط اللبن حبه حبه، مش هنحطه مره واحده، لا هنحطه حبه حبه، يعني حبه، ونقلب ونشوف. ما على حسب نوع الزيت اللي انت بتستخدميه، ممكن ياخد منك كوبايه اللبن كلها، وممكن ياخد منك كوبايه وربع، ممكن ياخد منك اقل من كوبايه اللبن. فعشان كده احنا بنحط واحده واحده وبنقلب. زي ما انتم شايفين كده، انا بحط اللبن واحدة واحدة عشان ما نبقاش محتاجين دقيق ونضطر نحط دقيق تاني، لحد ما العجينة كده تلم معايا وهتبقى تمام. اهو بصوا كده، انا لميتها خلاص اهو، انا محطتش لبن تاني اهو. بصوا ما كملتش الكوباية، فاض فيها حبة اهو. تمام، لميتها بس اهو العجينه، انتوا شايفين العجينه طريه ازاي اهي. تمام، تفضلي كده ايه عجيني فيها شويه، وبعد كده هنلمها. كورها كده اهي، ده شكلها، وهنحطها كده في الطبق.
تمام، هترتاح نص ساعة لحد ما تخمر بس، وبعدين ارجع لكم تاني. كده سبتها حوالي ساعة تمام، وغطيتها بكيس بلاستيك اهي تمام. فاحنا ايه هنحتاج الكيس ده ما نرميهوش عشان نغطي بيه. جبت صينية كده ألمانيا فاضية، هنرش فيها رش زيت كده، تمام. هناخدها بقى كده العجينة السكرية ازاي، هناخد بقى منها ايه، هنقطعها كور كده، كده تمام، وهنحطها على الرخامة عشان هنسيبها ترتاح برضو ايه بعد ما نقطعها 5 دقايق. بصوا العجينة طرية ازاي، كده اهو. طبعا في الوقت ده احنا فاتحين الفرن على درجة حرارة 200 تمام، وسايبينه عشان يبقى سخن. فرن كهربا بقى، الفرن بتاعك العادي، اي فرن مش فارق. انا هسويهم دول في الفرن الكهربا تمام، هقطعهم بس كلهم كده وارجع لكم. ده هنا قطعتها وسبتها تمام 5 دقايق، وغطيت كده وشها عشان ما ينشفش بالكيس. فاحنا هناخد ايه واحده واحده، وهنغطي ونفردها كده اهي، ونفردها كده. مش محتاجة اي حاجة، القرص دي سهلة جدا اهي. شوفوا سمكها احنا عايزينها، السمك كده كده. وطبعا الصينية مدهونة زيت زي ما قلت، وهنحطهم كده في الصينية اهو. طعمها وهيبقى وريحتها جميلة جدا اهي. بصوا السمك بتاعها لو عايزه بقى ممكن تحشيها عجوه، بس انا عشان ما بحبش العجوه فهتقطعي حته عجوه صغيره وتكوريها وتروحي مبططاها وتروحي حطاها هنا كده، وتقفلي عليها العجين تمام، تقفليها كويس جدا، وبعد كده تفرديها تاني وتفتحيها بالسكينه كده ايه خطين كده من فوق. بس لو انت عايزاها بالعجوه، انما انا عشان احنا ما بنحبش العجوه فبنحبها سادة. كده وطبعا الفرن سخن معانا، احنا ايدينه تمام اهي. اهم كده بصوا اهم في الصينية اهم تمام. هسيبهم بس ايه كده برضو 5 دقايق على ما اعمل دول في صينية تانية، يكونوا برضو ارتاحوا 5 دقايق كمان، وبعدين احطهم في الفرن على طول. هعمل دول وارجع لكم. انا عملت الباقي اهو تمام، ناقص بس 2 لسه ما تعملوش. فايه انا هعملهم في الفرن الكهرباء مولعاه طبعا سخن، هنحطه كده تمام، وهنحط دي معاها برده كده. اهو ونسيبهم بقى يستووا براحتهم، وهرجع لكم تاني. هي من تحت احمرت تمام، انا قلت ايه افتح عليها الشوايه بس عشان نحمر وشها. فاحنا الاول ما نلاقيها من تحت احمرت نفتح عليها الشوايه على طول، مش هنفتح الشوايه من الاول، تستوي بقى وتحمر كده وشها، وارجع لكم تاني. كده اهي طلعت اهي، بصوا احمرت ازاي تمام اهي. فانا رشيت عليها رشه ميه وهغطيها شويه عشان تفضل طريه، وهرجع لكم تاني. كده خلاص بقى انا حطيتهم كلهم في صينية واحدة تمام، عشان اغطيهم كده ايه مع بعض تمام اهو. بصوا وشها احمر خالص اهو، بس هي سخنة يعني، هي لسه مطفية عليها سخنة قوي. بصوا طرية طرية خالص، بس هي فظيعة مولعة وريحتها حلوة جدا. بصوا اهي من جوه هشة وطرية وحلوة جدا، هتعجبكم قوي.
جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. هي سهلة جدا. وهي بصوا شكلها، انا حمرتها من تحت، يعني هي احمرت من تحت تمام. هي دي بس ايه اتحمرت شوية عشان كانت دي رقيقة شوية، يعني انتوا حاولوا تخنوا السمك بتاعها شوية متبقاش رقيقة. دي عشان بقت رقيقة من الجنب، ايه اتلسعت كده شوية، بس هي ما اتحرقتش ولا حاجة، هي حلوة وجميلة تمام. انتوا بس ايه تخنوها شوية وهتبقى معاكوا زي الفل. وهي اهي طلعت الحمد لله طرية وطعمها حلو قوي، وريحتها كمان هتعجبكم قوي. تشربوا بيها الشاي كده الصبح. وبألف هنا وشفا، وما تنسيش تقولي رأيك في الكومنتات تحت لما تجربيها. يلا ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.